رباه، كيف يمكن أن يستعيد المرء ذكرياته في موقف كهذا؟ أنا راقد على أرضية مكتبي مغمض العينين على بركة من الدم وأتنفس في صعوبة. فكيف بالله عليكم؟ كيف؟ ما زلت أتذكر كيف كانت البداية. من أنت؟ سؤال ألقيته على ذلك الرجل الذي فوجئت به يدخل مكتبي في مساء اليوم وبعد انصراف شريكي وكل موظف المكتب. كان رجلا طويل القامة حاد القسمات، له شارب رفيع مستفز، وكان يرتدي حلة سوداء تماما، ولم يجب سؤالي، فقط وقف عند باب حجرة مكتبي يعقد كفيه أمامه ويتطلع إلي مباشرة على نحو جعلني أسأله مرة أخرى في عصبية: من أنت؟ وماذا تفعل هنا في هذه الساعة؟ واصل صمته وتطلعه إلي لحظات قبل أن يجيب: لم يكن ينبغي أن تسرق تلك الصفقة من عادل باشا. انعقد حاجبي في شدة وأنا أتطلع إليه في دهشة. عادل باشا هذا كما يطلقون عليه في سوق العمل هو أخطر منافس لشركتنا في هذا العالم، والصفقة التي نجحت في انتزاعها منه صفقة ضخمة بحق، صفقة تستحق أن يغضب ويثور. إنه عمل، وكل شيء مباح في العمل، قلتها في صرامة. فابتسم ذلك الرجل الغامض ورفع قدمه على أفضل مقعد لدي وهو ينظر إلي في سخرية شرسة: هذا أكبر خطأ ارتكبته في حياتك. تطلعت إليه لحظة قبل أن أقول في تحفز: في هذه الصفقة بالذات لم أرتكب أي خطأ، كل شيء كان سليما وقانونيا تماما. عادل باشا عرض سعره ونحن عرضنا سعرنا، والمنوفي باشا عرض سعره وكنا نحن الأفضل. قال في برود: المنوفي لقي مصرعه في حادث سيارة قبل يوم فتح المظاريف. قلت في شيء من الحدة: ولهذا لم يبقى سوانا وعادل باشا. قال في صرامة: كان ينبغي أن تنسحبوا بعد مصرع الفيومي. اختلست نظرة إلى الكاميرا السرية في أعلى الجدار قبل أن أجيب: شريكي اقترح هذا وأصر عليه دون سبب مفهوم، ولكني رفضت بشدة. وتحديت عادل باشا. شعرت بالغضب يتصاعد في أعماقي وأنا أهتف: وما شأنك أنت؟ دخلت مكتبي دون استئذان بعد انصراف الموظفين وتتحدث عن أمور خاصة جدا، قل لي سببا واحدا يدفعني لاحتمالك. أخرج يده من جيبه ممسكا بمسدس كبير من طراز سميث ويسون وهو يقول متحديا: هذا يكفي؟ اختلست نظرة سريعة أخرى إلى الكاميرا السرية قبل أن أقول في عصبية: هل أتيت لهذا؟ ابتسم ابتسامة مقيتة وهو يقول: هل سمعت عن إس؟ كنت بالطبع قد سمعت عن إس، الكل سمع وقرأ عنه. إنه قاتل محترف من طراز لم تعرفه مصر من قبل، تحقيقات الشرطة تقول إن جرائمه توحي بأنه شديد الذكاء، منعدم المشاعر، سيكوبات النزعة، يختار ضحاياه دون نمط ثابت، وكأنه يقتل لمجرد القتل أو أنه يستمتع بالقتل وبالدم. خبراء علم الجريمة قالوا إنه ليس مجرما أو قاتلا تقليديا، ولا يمكن أن ينتمي لأوساط المجرمين المعروفة، فجرائم القتل التي ارتكبها لم تقترن قط بالسرقة. إنه لا يمس أي شيء مما تحمله ضحيته، فقط يقتل وليس على نحو مباشر. إنه أشبه بالقط، ليس القتل هو هدفه الرئيسي، ولكن الاستمتاع بالقتل هو كذلك. ففي كل مرة تكون ضحيته وسط بركة من الدم، وهذا يعني أنها لا تموت مباشرة، فالموت يعني توقف القلب وانعدام وسيلة ضخه خارج الجسد. الدماء الغزيرة تعني أن الضحية عانت بعض الوقت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ربما يريد أن يراها تموت وأن يستمتع بلحظاتها الأخيرة، أو أنه يستعذب رؤية الدماء القانية تتدفق منها. سادية عجيبة، ربما عذبه أحدهم كثيرا في طفولته أو في مراهقته. مر كل هذا بذهني في لحظة، وكان يمكن أن يتواصل
لولا أن قطع ذلك الغامض أفكاري وهو يقول في حدة: ألم تسمع عنه؟ غمغمت في حذر: ومن لم يسمع عنه؟ ابتسم في زهو وهو يلوح بمسدسه قائلا: هل تصورت أن تلتقي به يوما؟ لم أجب سؤاله وأنا أتطلع إليه في صمت، فتابع مستعيدا صرامته: يقال إنه يستمتع بقتل ضحاياه. هذا أكيد. داعب المسدس في يده لحظات، خفض خلالها عينيه، فانتهزت الفرصة لأنظر مباشرة إلى الكاميرا السرية، ولكنه رفع عينيه إلي في حركة مفاجئة: إلى ماذا تنظر؟ قالها في عصبية غاضبة، فاعتدلت في سرعة: لا شيء. أدار عينيه إلى حيث كنت أنظر وهتف في حدة: كاميرا سرية؟ لم أجب هذه المرة أيضا، فأدار فوهة مسدسه وأطلق النار على الكاميرا الصغيرة وأصابها بدقة تستحق الإعجاب. كان صوت رصاصته مرتفعا ولكنه لم يؤثر بي كثيرا، حتى تحطم الكاميرا السرية لم يؤذني كما يفترض، شعرت أنها أدت عملها كما ينبغي. وفي خفوت غمغمت: الصوت مرتفع، شريكي قد... قاطعني في حدة: لا تعتمد على شريكك. تراجعت في دهشة، فأكمل بنفس الحدة: شريكك هو الذي استأجرني لأقتلك. تراجعت مصدوما وأنا أهتف: شريكي؟ ولكن قاطعني في عصبية. كان ينبغي أن تستمع إليه عندما أصر على الانسحاب من الصفقة بعد مصرع المنوفي. عادل باشا غضب بشدة عندما فزتما بالصفقة وخيره بين أن يقتله أو يقتلك هو. غمغمت مصدوما: شريكي؟ نعم شريكك. لابد وأن أثر الصدمة بدا واضحا على ملامحي، فقد صمت لحظة قبل أن يتابع في شماتة واضحة: ومن أين تظنني عرفت أنك ستكون وحدك هنا الليلة إذن؟ شريكي؟ نعم. نعم، شريكي هو الذي كان يعلم هذا، أو هو الذي دفعني إلى هذا. المذكرة التي طلب مني إعدادها قبل الغد كانت تضطرني للبقاء وحدي في المكتب بعد انصراف كل الموظفين. شريكي كان يعلم وهو الذي فعلها. شعرت بغضب شديد يسري في كياني كله واحتقن وجهي في شدة، مما دعا ذلك الوغد إلى الانفجار ضاحقا وهو يقول: صدمة، أليس كذلك؟ مرة أخرى لم أجب، فتابع وهو يرفع مسدسه نحوي في مقت: أنتم يا رجال الأعمال تتصورون أنفسكم أذكى ذئاب الأرض، ولا تتخيلوا لحظة أن تكونوا مجرد خراف. تطلعت إليه في مقت دون أن أجيب، فصوب مسدسه نحوي وهو يستطرد: كم أحب رؤية وجوهكم عندما تخسرون. أنت ربحت تلك الصفقة ولكنك خسرت حياتك. أنت كاذب، قلتها في بطء وغضب جعله يرددها في دهشة. كاذب؟ قلت في صرامة. المنوفي لم يمت في حادث سيارة. ابتسم في سخرية. أنت لا تقرأ الصحف إذن؟ أضفت دون الالتفات لتعليقي. وأنت لست إس. جذب إبرة مسدسه وهو يقول: ومن أدراك؟ دوت ثلاث رصاصات متتالية في المكتب، ورأيت جسده ينتفض في عنف من فرط المفاجأة والألم، وعيناه تتسعان مع الدماء التي تدفقت من ثقوب الرصاصات في بطنه. الرصاصات التي أطلقتها عليه من المسدس الذي كنت أحمله طوال الوقت تحت سطح مكتبي. شاهدته يسقط وهو يتأوه ومسدسه يتدحرج على الأرض مبتعدا عنه، فنهضت حاملا مسدسي الذي ما زال الدخان يتصاعد من فوهته وأنا أقول مكملا: لأني أنا إس. درت حوله وهو يلهث ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وأكملت في هدوء والدم يصنع بركة كبيرة حوله. المنوفي لم يمت في حادث سيارة، لأنني أنا قتلته ووضعته في سيارته ليبدو الأمر كذلك. شهق ثلاث مرات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. كانت أول مرة أقتل فيها شخصا كرهته بحق، ربما لهذا فعلت ما فعلته. رقدت على أرضية المكتب
فوق البركة التي صنعها دمه، وتلاحقت أنفاسي وتثقلت من فرط الانفعال والحماس، ولكن لا ينبغي لي أن أستسلم لمشاعري طويلا. ذلك الأحمق صورته الكاميرا السرية وهو يهددني ويذكر أمر صفقة عادل باشا الخاسرة، وهذا دليل براءتي ودليل دفاعي عن نفسي بقتله، وهو دليل على عادل باشا أيضا. ولكن هذه النقطة الأخيرة لا تهم كثيرا. الأحمق حطم الكاميرا حتى لا تسجل مشاهدي وأنا أقتله، وبعد أن ينصرف رجال الشرطة سأذهب لقتل عادل باشا، أما شريكي العزيز فسأعد له ميتة خاصة، ميتة تليق بخائن خان شريكه. تمت بحمد الله.